جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعض الأخوة إذا مر بهذا الأثر بأن فلان الفلاني كان يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة يستكثر هذا شيخ صالح، هل من تعليق جزاكم الله خيرا؟ شيخ هذا كثرة، وإنما هذا راجع إلى نشاط الشخص ورغبته في الخير وفراغه من أعمال الدنيا. وكما ذكرنا ليس لصلاة النافلة حد محدود إلا في الأوقات المنهي عنها التي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، ما عداها فإنه يصلي ما شاء من العدد ليلا أو نهارا. ما لم يتضرر في معيشة يحتاجها، بارك الله، فإن كان يحتاج إلى العمل والكسب فإنه يعمل ويكتسب ويصلي ما تيسر له. على أما كونه يتفرغ للعبادة ويترك الكسب الذي يحتاجه ويحتاج إليه من يمونه من عائلته، فهذا لا يجوز. كما أنه لا يستغرق في أعمال الدنيا ويترك العمل الصالح، بل يعتدل في هذا الأمر، يجعل للدنيا وقتا ويجعل للعمل الآخرة وقتا. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فجمع بين عمل الدنيا وعمل الآخرة. وكذلك قوله تعالى لما ذكر المساجد: في بيوت أذن الله أن ترفع ذكر فيها اسمه سبحوا له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فذكر أنهم يبيعون ويشترون، لكنهم إذا جاءت الصلاة تركوا البيع والشراء وأقبلوا على الصلاة. الله تعالى يقول: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فجمع بين العبادة وبين طلب الرزق الحلال. جزاكم الله خيرا. إذا نستطيع أن نقول إن الإنسان إذا ما واتته الفرص وساعدته ظروف الحياة في إمكان ساعات الليل والنهار أن تستوعب 300 ركعة وربما أكثر شيء صالح. لا غرابة في ذلك. مقدار التسبيحات التي سأل عنها أخونا، هل من إجابة حولها؟ الواجب مرة واحدة الركوع والسجود، وأدنى الكمال 3 وأعلى الكمال 10. ما شاء الله، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير الجزاء.